اخر لقطه بالتاكيد حمد المنصور. الطريف فيها طبعا لاعبين زملاء، طبعا حركه البصق لا تليق، اعوذ بالله مش طريمة، لا تليق وش ابدا. الطريف انه الحكم يروح يشوفها في الفار كمان. هذه الطرافه كانت في الحركه، انه يشوف في الفار زملاء ايش بيسووا لبعض. فكانت يمكن لقطه الاسبوع سوءا يعني، مش جمالا. يبقى طبعا عوده الاتحاد ايضا برباعيه على ابها، عوده مهمه جدا.